هاني مهنا اتجوز 3 مرات؟ اه 3 مرات بالظبط، منهم مره لبنانيه الاولانيه خالص لبنانيه وسميره سعيد، وبعدين بيتي اللي هي الفرنسيه. ما بتجيش ناحيه المصريه انت؟ اتسالت من رئيس حسني مبارك في السؤال ده، كنا بنفتتح مدينه الانتاج الاعلامي، واقفين بقى طابور يعني صف كده، والرئيس بيسلم علينا مع صفوت شريف، وانا جنبي بقى ايه احمد بدير على منتصر بالله على هاله صدقي، كوميديانات، حظي كده ان انا هو في وسط كوميديانات. فالرئيس هو بيسلم عليا، كان الجمهوريه كاتبه في اول صفحه خطوبه هاني مهنا من فرنسين قبل الافتتاح ده بيوم. فالرئيس جه عندي كده، ايه يا عم هاني؟ قلت له خير يا فندم. قال لي انت عمال تتجوز لي في اجانب وياخدوا جنسيه، واحنا عمالين نقول التعداد السكان بيزيد مش عارف ايه وبتاع، انت ايه يعني بتتحدانا ولا ايه؟ بيهزر. قلت له يا فندم انا بتجوز مش مصريه لسبب، لما بيحصل خلاف بيني وبينها وده وارد في كل البيوت، جت كده من عند ربنا، ولا كنت محضر للاجابه دي ولا كنت اعرف السؤال ده هيتسال. قلت له بنختلف، بتيجي بقى الاجنبيه دي تلم شنطها ونحجز طياره وبتاع، عبال ما يحصل ده نكون اصطلحنا. فبصل شاف شيف ما بتغضبش طبعا، ما يقدرش يقول كده قدام الاهالي، فقال له فكره صفت. فكانت مسحه، خفت انا بقى الكوميديانات دول حد يروح الغضب صعب شويه على الاجنبيه. عندنا احنا في الثقافه المصريه الست تغضب تروح بيتها بسرعه بالظبط، يعني بيتها بيبقى جنب 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 الاقامه مثلا، لكن الاجنبيه طياره، لا طياره بقى وشنط وحاجات كده. الحمد لله. اكتر واحده كانت بتغضب مين؟ لا والله شوف، انا جوازتي الاولانيه كانت 17 16 سنه بس 16 سنه الاولانيه مع سميره كانت 9 سنين، وبعدين بيتي بعد كده. صراحه انا جوزت صغير جدا، يعني جوزت صغير لاني احترفت الفن بدري جدا، يعني في ثانيه ثانوي كنت محترف باخد مرتب كويس، يعني كنت في ثانوي في الخدويه الثانويه، في ثانيه ثانوي كنت بعزف اكورديون، اشتغلت في مسرح منوعات في شارع الالفي، كنت بشغل برنامج حوالي 10 فقرات باخد 45 جنيه في الشهر، الناظر بتاع مدرسه خدويه باخد 13 جنيه 3 اضعاف ناظر. يعني شوف قد ايه 45 جنيه، انا بشغل مين؟ محمود شكوكو، محمد عبد المطلب، زينات علوي، هند علام، ثريا حلمي، جزاوي، عمر الجزاوي، بقول لك برنامج 10 فقرات كل يوم. فكنت شاب يعني معاه فلوس ومرتاح والفلوس بقى هي بتجري فيه. اتجوزت كام سنه اول الجواز؟ اتجوزت بالظبط الجوازه الاولى كان 21 سنه. 21 سنه. يعني دي كنت شفتها في مؤتمر، هي كانت صحفيه في الشرق الاوسط في لبنان، وجت حضرت حفله نجاه صغيره في استوديو 5 في التلفزيون، كان عيد التلفزيون، وجت بقى بتغطي بتاع الشرق الاوسط بتاع بيروت، وشفتها هنا وكلمنا بعد كده في البريك وبتاع، وعزمتها بعد كده بحفله في قصر النيل، وبدات العلاقه بقى تتطور الى الجواز. وبعدين جت سميره سعيد. وجت سميره سعيد. ليه حصل انفصال مع سميره سعيد؟ شوف سميره سعيد مع كامل احترامي ليها، احنا كنا متفقين الاول، انا جبت من الاولانيه تامر ورين، فعندي ولد وبنت. قلت لها سميرة أنا مش عايز ولاد، يعني أنا مش في... قالت لي لا أنا كمان، أنا لا يمكن أبقى زي نادية مصطفى، وأنا آسف إن أنا بقول كده، نادية حبيبة قلبي، إن كل سنة تخلف وتقعد تحتجب عن الناس والناس تنساها وكده، أنا مش ممكن أعمل كده، لا يمكن أخلف. فده دستور اتفقنا عليه، خلاص بروتوكول هيتنفذ. بعد الجواز بحوالي 5 سنين كده، والدتها الله يرحمها وأختها زنوا في ودنها، طب هو عنده ولد وبنت هيورثوه، انت مين هيورثك؟ وانت كذا، انت مجنونه، ازاي ما يكونش عندك حاجه ذكرى ليكي في حياتك ويفكروا فيكي ويورثوكي؟ الكلام الزن كتير 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 كتير. لقيتها بتقول لي ممكن يعني معلش نجيب حتى ولو ولد او بنت بس. انا صعبت عليا ساعتها، يعني برضه من حقها كامراه لازم يكون عندها حد، بس احنا كنا متفقين في الاول، وهي اللي كانت متحمسه جدا لعدم الخلف. فيشاء ربنا ان احنا نحاول مفيش فايده. نروح للدكتور مفيش فايده. سافرنا باريس قعدنا شهر في اوتيل هناك. رحنا عملنا عمليه
انابيب فشلت وعند احسن دكتور واغلى دكتور